دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنتابعها بالتفصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيكون مطروح على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات اللي هتناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها رفع توصياتها كالمعتاد للرئيس ليتخذ بشأنها ما يرى مناسباً. النهاردة هينطلق منتدى الأعمال المصري الفرنسي اللي بتنظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرية. بيهدف المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وبيكتسب أهمية خاصة في سياق العلاقات المصرية الفرنسية، ومن المقرر أن يجمع شركات من كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة. النهاردة هتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2024 حتى نهاية الفترة اليوم بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية في عروض تخفيضات الأسعار لبعض المنتجات، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تعامل المواطن مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع اللي بيتم شرائها، مع توضيح ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، وأيضاً مشاهدة المنتجات أو الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.